وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن الناس يا عباد الله من ظن أن السعادة في أن يعطي نفسه مبتغاها ويطلق له هواها، فلا يحرم حراما ولا يقف عند معصية، بل يعطي نفسه ما تريد، ثم يدرك أن هذا الأمر لا يحقق شيئا من السعادة، بل هو نار تتلظى في الصدور. ولربما بلغ به الحال أنه كلما فرغ من معصية أحرقته نارها، فأراد إطفاءها بنار أخرى، ولربما مات على هذا الحال، فمات على حال سيئة. ومن الناس من أيس من وجود السعادة وقال إن السعادة وهم منشود لا حقيقة له في الوجود. وما درى أولئك المساكين جميعا أن السعادة موجودة وأنها حقيقة واقعة، ولكنها يا عباد الله هبة من الله عز وجل، لا يؤتيها إلا لمن شاء من عباده أن يؤتيها إياه من عباده. إنها يا عباد الله مركوزة في تقوى الله عز وجل، فلن يحقق عبد السعادة إلا إذا حقق التقوى لربه سبحانه وتعالى. وكلما عظم تحقيقه للتقوى كلما زادت السعادة في قلبه، حتى صار يعيش في جنة وهو في الدنيا.